لقائي مع السيد رئيس الجمهورية هذا المساء تناولنا فيه الوضع العام بالبلاد، وخاصة ما هو السياسة هي التي اليوم لها دور كبير في رسم الخيارات، ونحن اليوم في مرحلة دقيقة ودقيقة جدا تتطلب تضافر الجهود، تتطلب كذلك روح مسؤولية عالية، معناها من أجل أن تونس في محيطها الإقليمي ومحيطها الدولي في ظل التوترات، وخاصة محيطها المغاربي، وخاصة ما يحدث في شقيقة ليبيا، ونتمنوا لها كل الخير، ونتمنوا لها أن وحدة أراضيها وحل الخلاف ليبي ليبي بعيدا عن دق الطبول. ولابد كذلك في هذا الظرف الدقيق أن نتجاوز المرحلة هذه، المرحلة السياسية وحالة الانتظار الكثيرة، وهذا يتطلب مؤسسة رئيس الجمهورية هي الوحيدة الكفيلة اليوم باش إذا تم بعض الإشكاليات أن تحاول دائما وأبدا أن تدير وتحاول في إطار حسم معناها عديد الخلافات من أجل المصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق. إن شاء الله بلادنا بخير، وإن شاء الله في أقرب وقت تتغلب الإرادة والمصلحة الوطنية على كل ما هو ذاتي، وكل الحسابات تتيح في الماء، وتبقى الراية الوطنية والمصلحة الوطنية هي ممارسة وليست بشعار.